الوساطة أشراقت شمس التحرير ألا الدمع يشفع لي ولا تمدن لي حبلا من التهم في كل شبر بأرض المسلمين دم في غزة في كل شبر بأرض المسلمين دم وكم ندمنا ولا جدوى من الندم الانتفاضة مستمرة حتى تعود الأرض حرة بالانتفاضة 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 الانتفاضة مستمرة الحمد لله الذي أرسل موسى إلى فرعون لما طغى وجعل أمتنا خير أمة هي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر إذا فشى والصلاة والسلام على من جعل أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن بينهم الحسين الثائر في وجه يزيد الظالم الغاصب لحق الأمة في الشورى والحرية في اختيار الحاكم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين الذين دكوا عرش الطواغيت من قيصر وكسرى وسيروها في الغابرين وبتحية الإسلام نحيي الحاضرين وبها أيضا نحيي الغائبين المغيبين وراء زنازين الذل والهوان من داخل أنظمة الجبن والطغيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيي بها الحضور الكريم حياكم الله وتقبل الله منكم هذه الوقفة ونحن ما زلنا نواصل جهادنا هذا لنصرة إخواننا في المسجد الأقصى وفي فلسطين المباركة وفي غزة المحاصرة فنحن إن امتثلنا بهذا الواجب واجب النصرة نكون خير أمة لأن ما نفعله الآن هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في درجة قدرتنا لكن أن يصمت الجميع ويخذل الجميع عن هذه القضية سيصير عارا على الجميع الحمد لله هذه البشائر من داخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنبئ بالخير وما صبر إخوتنا داخل غزة رغم كل الاضطهادات ورغم كل خذلان الأنظمة الحاكمة العربية فلهو شرف لنا هذا الصبر لإخوتنا هناك الذين يذلون عن شرف أمتنا هذه الوقفات نريد أن تكون معذرة لنا أمام الله ثم أمام إخواننا ثم إحياء لهذه القضية الأحباب الكرام على الأقل يمكن لهذه الشهود التي شهدت هذه الوقفة على الأقل ربما أن تطمئن شيئا ما في نومها أمام ما نرى يوميا وما الآن هو الآن في الميدان لا يعقل لم نكن نتوقع أن يكون المستشفى ومستشفى آخر سنتكلم عن مستشفى الشفاء الكل يعلم الآن كيف حاله مستشفى محاصر تخيلوا مستشفى محاصر نذهب نحن إلى مستشفى القرب مثلا نحن في زيه لا نجد طبيب مداوم كل يصرخ الكل يتصل بأحبابه ويصرخ ويتصل بالقنوات تخيلوا مستشفى مقطوع حتى من المياه مقطوع من الكهرباء مقطوع من الغذاء مقطوع تخيلوا ما زالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تناقش هل حماس إرهابية أم حماس ورطت الشعب أم يا عباد الله والله لو كانت هناك حيوانات استمعت لأحد الأوروبيين من خارج ملتنا يقول ويقسم
لو كانت هناك حيوانات في تلك المستشفى وحوصرت بتلك الطريقة لانتفض العالم بأسره. ولكن ما هناك؟ هناك حسب العدو الصهيوني حيوانات، لكن من جنس آخر، من تعريف اليهود والصهاينة. لذلك نرى صمتا مطبقا ويناقشوننا الناس لماذا تحتشون، هذا أضعف الإيمان، لا يتصور، لا يمكن أن يتصور مستشفى بدون هذه، وداخل هناك مرضى جرحى على فراش الموت. أنقل لكم صورة أبشع من هناك. لما نقلت إلينا لم أجد بما أعبر، ولكن لعنت المخذلين والمتخاذلين في صفحتي. مستشفى الأندونيسي، دخل الجيش الصهيوني على الأطباء بأسلحتهم وطلب من الأطباء أن يخرجوا من المستشفى ويتركوا الأطفال والمرضى هكذا على الفراش وهي موتون. هل وقعت؟ ربما التتار لم يفعلها، التتار قتل ورمى في الواد، لكن أن تترك المريض يئن يا عباد الله. تخيلوا عباد الله، يعني هذه المأساة، هذه الصورة. ولقد قلت من قبل صورة لطفلة النبال التي أحرقت في الفيتنام كيم فوك، أحدثت ضجة عالمية في 1972 وغيرت الحرب بأسرها. لما كانت الإنسانية كانت ضمائر الإنسانية حية. عباد الله، ما يقع في غزة لم ينقل بعد، قطع الانترنت وقطع الألمية، والله سنخجل. تخيلوا بمشهد حضرني الآن، ستنقل عليكم هذه الصورة يوم القيامة جميعا. أيها الجيوش العربية، أيها الحكام، يا شعب أمتنا، يا من تشهدنا لا إله إلا الله وتشهد محمد رسول الله، وتعرض السينما الكبرى يوم القيامة ويصرخ أبناء غزة بأي ذنب قتلنا وأمة كان فيها مليارين، ماذا ستقولون؟ لن تجدوا حتى التراب لتدس فيه وجوهكم. عباد الله، كل شيء يكتب، كل شيء يكتب، فسارعوا إلى صحائفكم. قبل أن آتي لهذه الوقفة قبل المغرب، كنت بجوار مقبرة سيدي عثمان وأنظر إلى تلك الأموات، قلت هل ملأت، هل قتلت بالحرب؟ سنموت، ولكن يبقى صحائفنا ماذا كتبنا فيها. الوضع في غزة أكثر مما يتصور، لقد وجدوا إخوتنا هناك وهم يدخلون إلى بعض المناطق، بعض الأماكن، أطفال خدج، أطفال ولدوا قبل وقتهم، أشياء كارثية. ذلك الأحباب الكرام، راه لا يمكن الصمت، ولو أن تصرخ أنت في بيتك مع الكاميرا وتسجل فيديو وترسله في العالم، صفحاتنا على الفيسبوك والتويتر وفي كل، اجعلوا فيها غزة، لا تكتبوا فيها شيء آخر. كل يوم على الأقل اكتب غزة تقطر دما وبارتاجي وانشر، لا تكتب أي تفاهة، لا تكتب لعيد ميلادك، ولا تكتب لي شجرة الكرموس ولا شيء آخر، اكتب لي غزة تقطر دما. اجعلوا الفيسبوك يهتز، المقاطعة الأحباب الكرام، عدونا الصهيوني الآن يرتجف من المقاطعة، ابعدوا عباد الله، واشكوكم بيبسك فضحتكم، بعدوا عن المشروبات الويل لك حل بني صهيون. أحيوا ضمائركم، لا يكفي أن نتحصر وراء الكاميرات ونسكت، لا، باشروا، ابحثوا، اسألوا، ماذا تقدمون لإخوانكم لتكون لكم معذرة يوم القيامة؟ لذلك الأحباب الكرام، مسيرتنا النضالية متواصلة، وسنبقى ما دامت غزة تقطر دما، سنبقى نصرخ
ونحن إن شاء الله عز وجل مواصلون على هذا الدرب كما نخبركم دائما، ونشكر كل هذه الوجوه الكريمة التي تواكب لنصرة إخوانها، ونطلب أيضا من باقي الوجوه التي تغيب أن تحضر. إن لم تحضر مع هذه الجموع لها كل خير الخيرة أن تشارك من مقراتها، من تجمعاتها، نعم من أشكالها. شكل نضالي للأساتذة، ارفعوا العلم الفلسطيني، اجعلوا ولو هناك 5 دقائق للقضية الفلسطينية. الكل يصل، وإخوانكم يحبون ذلك في غزة. رأيت فيديو آخر، إخواننا في غزة كانوا يشجعون كرة القدم المونديال لما تأهل لهم المنتخب لكأس العالم أو في نصف النهائي. والله رأيت لقطة حزنت لها كثيرا، كانوا يأملون من المغرب كثيرا، ولكن ما زال إخواننا في المغرب ما زالوا لم يصلوا إلى مستوى الحدث. أقوله رغم كل هذه التظاهرات، ما زال المغاربة لم يصلوا إلى مستوى الحدث الذي كانوا تنتظرهم أبناء غزة. إذن أحباب الكرام، كي لا نطيل عليكم، ينبغي أن نجعل هذه القضية في قلوبنا ونتفاعل معها دائما، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله عز وجل من هذا أمام هذا المسجد يوم الجمعة القادم بعد غدا صلاة الجمعة إن شاء الله عز وجل، أتكون هنا وقفة مسجدية إن شاء الله عز وجل لنتضامن مع إخواننا في غزة، ومزيد من الصمود ومزيد من التفاعل مع إخوتكم، ومن نشر هذه القضية أكثر أكثر. وسلاح المقاطعة ينبغي أن يفعل. وتحية الحضور الكريم، والختم يكون للأخ يحيى فليتفضل مشكورا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا سميع يا مجيب، يا عزيز يا منتقم، يا علي يا كبير، يا رب يا رب يا رب، ندعوك فأجب دعاءنا يا رب، إنا دعوناك فأجب دعاءنا يا رب. إن إخوتنا الآن في غزة مضطهدون، اللهم ارفع عنهم هذا الظلم، اللهم الطف بهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم إن المجاهدين من حماس ومن من المقاومة ليدافعون عن دينك يا رب العالمين أمام هذا الطغيان، فانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كما نصرت المؤمنين يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، فانصرهم يا رب العالمين على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وافتح لهم فتحا مبينا يا عزيز يا كريم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت جموعهم، اللهم شتت جموعهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. يا من أهلكت فرعون وجنده أهلكهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنهم لا يعجزونك فانتقم منهم، فانتقم منهم شر انتقام. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم ردهم خائبين، اللهم ردهم خائبين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأشياعهم، اللهم عليك بهم وبأشياعهم، اللهم عليك بهم وبأشياعهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسمدا، اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا عزيز ويا منتقم، انتقم منهم يا رب العالمين. اجمع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا.
يا رب تقبل عذرنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب إنا مغلوبون فانتصر، يا رب إنا مغلوبون فانتصر، يا رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتقبل منا يا رب العالمين، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وانصرفوا راشدين أيها الأحباب الكرام، ولنا موعد إن شاء الله تعالى كما ذكرنا الأخ سعيد، في كل موعد إن شاء الله تعالى نجيب الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى.